المريخ اللي هي تدخل اللجنة الثلاثية في شأن العضو المريخ. نعم. والمبدأ الأساسي اللي تأسست عليه القضية اللي هو مبدأ الاستغلالية. نعم. والقضية الثانية تخص إيغاف آدم سودكال من قبل اللجنة الثلاثية واللجنة الانضباط والاستئنافات. نعم. والقضية الثالثة تخص مشاركة ممثل المريخ في انتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم. نعم. القضايا تأسست بالقسم الاستئنافي لمحكمة كاس، والقضايا اللي بتتأسس في الغرفة الاستئنافية بتكون الاختصاص بتاع المحكمة محدود، ما بتقدر تتجاوز أبعد من الحكم في القرار المطعون ضده. نعم نعم. فلذلك جاءت القرارات كأنها مبهمة. نعم. في قرارات واضحة زي رفع الإيغاف عن آدم سودكال بعدم اختصاص اللجنة الثلاثية في معاقبته. نعم. دي ما فيها مشكلة. نعم. وفي قرار جزئي في القضية 84/13 اللي هي آدم كان طلب في الطلبات بتاعته إنه يلغوا قرار مجلس الإدارة اللي أجاز تقرير اللجنة الثلاثية. نعم. وكمان طلب طلب آخر من المحكمة اسمه request for relief إنه يلزم الاتحاد السوداني لكرة القدم بالاعتراف بمجلسه كمجلس شرعي. نعم. ففي القرار ده المحكمة قالت قبلنا الاستئناف بصورة جزئية. اللي هي؟ اللي هي إنه قبلت إلغاء قرار مجلس إدارة الاتحاد القاضي ب تمرير قرار اللجنة الثلاثية، ورفضت الاعتراف أو إلزام الاتحاد السوداني بالاعتراف بمجلس آدم سودكال كمجلس شرعي، لأنه يقع خارج اختصاص المحكمة. نعم. ولأنه كان المطلوب منه يقدم الطلب لمجلس إدارة الاتحاد عشان حتى يكون في إجرائيا يكون في اختصاص للمحكمة في نظر القرار. طيب يا